رأست اليوم الاثنين بميناء الدار البيضاء سفينة تابعة للبحرية الباكستانية تحمل اسم سيف نسبة إلى القائد الشهير سيف الله خالد بن الوليد. طاقمها فتح الباب على مصراعيه أمام زيارة ميدانية بحضور مسؤولين من السفارة الباكستانية بالمغرب، في مقدمتهم فارس حسن نائب رئيس السفير الباكستاني بالرباط، فضلا عن عدد من أبناء الجالية الباكستانية المقيمة بالمغرب. السفينة كانت شرعت في عملها في 15 من شهر شتنبر من سنة 2010 وأبحرت في 25 من الشهر ذاته وفي السنة نفسها، وتعتبر اليوم جزءاً لا يتجزأ من أسطول البحرية الباكستانية، مجهزة بأسلحة متعددة وأجهزة استشعار متطورة وحديثة ومزودة بطائرات هليكوبتر مضادة للغواصات وقادرة على مواجهة تهديدات صواريخ أرض أرض وأرض جو.